بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكل محبي قناتي قناه ياسمين اليوتيوب واخبار النجوم. النهارده الحقيقه معانا اكتر من فقره واكتر من خبر. النهارده هيكون معانا الخبر الاول بخصوص الاعلاميه فاتن موسى، وكلنا عارفين ازمتها مع الفنان مصطفى فهمي. مفاجاه محاميه فاتن موسى، مفاجاه هتقلب الموازين. هنتابع مع بعض طبعا تفاصيل الخبر. اما الفقره الثانيه معانا في حلقتنا النهارده هنشوف الفنان رشوان توفيق، هنشوفه هو سعيد، ويمكن ده يكون تعويض لي عن الأزمة اللي حصلت الأيام اللي فاتت، وهنشوفه في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهنشوف مع بعض داعية إسلامي بيكشف الرأي الشرعي في أزمة الفنان رشوان توفيق وبنته، وهنشوف كمان آخر أخبار الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق ودعم الفنانين ليها. ومعاد حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج معكم مع منى الشاذلي. مش هطول اكتر من كده في مقدمه الفيديو، هرجع مره تانية ليكم بعد الفاصل عشان نبدا على طول. عادت مره اخرى للظهور ايناس فوزي محاميه فاتن موسى، وكشفت لنا عن مفاجاه خطيره جدا. الحقيقه موضوع فاتن موسى ومصطفى فهمي شغل مواقع التواصل الاجتماعي لمده شهر. أكدت لنا أن الفنان مصطفى فهمي بيقوم بحيلة، الحيلة دي مع موكلتها، وده علشان يكون له الحق في سلب مستحقاتها. وضحت وقالت أن الفنان مصطفى فهمي أقر أنه هو تعرف بفاتن موسى من خلال برنامج ومن خلال لقاء في دبي، وأقرب ده في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس. وقالت أن السيدة فاتن موسى، وهنا بقى كانت المفاجأة، ولسبق وقلتها لكم في أكتر من فيديو قبل كده، فاتن كانت بتطالب بحق الأمومة، وكان الكل بيدخل ويكتب تعليقات سلبية ويقولوا إزاي كانت هتغلف وهي عمرها دلوقتي 59 سنة، وده لأن على مواقع التواصل الاجتماعي معروف عن فاتن إن هي من مواليد 1962، يعني عمرها دلوقتي 59 أو 60 سنة. وقلت لكم أكيد ده مش عمرها الحقيقي، وبالفعل أكدت محاميتها إن هي من مواليد الثمانينات، يعني لو كانت مولودة 1980 مثلا هيكون دلوقتي عمرها حوالي 41 سنة، يعني ممكن تخلف، يعني ليها حق الإنجاب. وكمان هي اتجوزت الفنان مصطفى فهمي من حوالي 5 سنين، 5 أو 6 سنين بالظبط، يعني كان عمرها حوالي 35 سنة، يعني ممكن إن هي تنجب. السيدة فاتن موسى مواليد الثمانينات. والمفاجأة التانية إن فعلا الفنان مصطفى فهمي وعد فاتن إن يكون ليها حق في الإنجاب، لأن بالنسبة لها هو أول زوج ليها وما عندهاش أولاد، فبالتالي مش ممكن إن هو يحرمها من الإنجاب، لكن بعد كده غير موقفه. كملت تصريحاتها وقالت يوم 26 أكتوبر تسلمت فاتن مكالمة تليفونية، المكالمة كانت من محامية الفنان مصطفى فهمي الأستاذة سناء حفظي، وقالت لها إنه احتمال يكون في طلاق لكن ما أكدتش. معرفش طبعا فاتن موسى طلاقها إلا من خلال السوشيال ميديا، وقالت إن أبسط حقوقها إن هو يبعت لها وثيقة الطلاق. قالت في يوم 30 أكتوبر حاولت تتواصل معاه علشان يتقابلوا، لكن هو رفض إن هو يقابلها، فاضطرت إن هي تستعين بيا. طبعا الكلام ده على لسان محامية فاتن موسى، وقالت المفروض كنا نعمل إيه، كان لازم ترجع بيتها، كان لازم تفتح شقتها. دخلت شقتها لم تجد إلا أدوات المطبخ، لكن مصوغاتها الذهبية وملابسها لم تجدها. وصلت تصريحاتها وقالت يا شاء الرحمن ان هو لما يروح النيابه يقول انا واخد كل حاجتها وموجوده في 18 شنطه عباره عن شنط سودا. واضافت وقالت موكلتي مش عايزه غير حقوقها، كمان طلقها طلاق رجعي، يعني هي لو طلبت بحقوقها هيقولوا لها لا انت لسه في عدتك، يعني ممكن ترجعي بورقه. وقالت كمان ان هو كان ممكن يطلقها طلاق بائن علشان طبعا تقدر تاخد حقوقها بالكامل، واللي هي عباره عن 500,000 جنيه كمؤخر صداق ونفقت عده ومتعه وغيره. سيده فاتن موسى مواليد الثمانينات، يعني من حقها الإنجاب. الأستاذ مصطفى فهمي وعدها من حقها في الإنجاب، كون إن هي أول زواج ليها، ما كانش متجوزة قبل كده، ما كانش ليها أولاد قبل كده، وإن من حقها إن ما يحرمهاش. يعني هي في الأربعينات من عمرها، فتقدر تمام. مش هي الأربعين دلوقتي او اقل، فكان الاتفاق بينهم انها تقدر تخلف تمام، وهو قال انا ما اقدرش احرمها في بدايه الاتفاق والجواز، قال انا ما اقدرش احرمها من الامومه علشان هي ديت ما كانش ليها زواج قبل كده. وقالت كمان ان علاقتهم كانت علاقه طيبه جدا وفوق الممتازه. العلاقه طيبه وفوق الممتازه، وسفر في تركيا وسفر في كرواتيا والصور وتشهد يعني كانوا شكلهم سعداء جدا جدا، وهو اللي اقرب نفسه بالكلام ده مش حد تاني. 21/10 بارك لاختها على الواتس وتليفونات وشاتات بيقول فيها الف مبروك وكان نفسي ابقى معاكم. هايل. وقالت وقالت ان الفنان مصطفى فهمي كان مقرر ان هو يطلق فاتن، وكان في ترتيب بخصوص موضوع الطلاق.
كان في طلع في ترتيب اصلا انه هي اما تكون مسافره يحصل الغدر ده. الغدر ده استاذه سناء اتصلت، اما اتصلت بيها قالت لها والله في انا اعرف ان انت يمكن تكون اتطلقتي، ما اتطلقتيش انا مش متاكده، لكن انا هم بيقولوا ان في طلاق. دي المحاميه بتاعت الاستاذ مصطفى فهمي كلمتها قالت لها ان احتمال تكون اتطلقتي. لكن طب في ورقه؟ طب في ابعتي لي صوره ورقه طلاق؟ لا انا ما اعرفش انا مش متاكده. طب على السوشيال ميديا بيقولوا في طلاق. طب يا جماعه ما فيش ورقه طلاق، نعمل ايه؟ ارجعي بيتك وافتحي شقتك. دخلت الشقه انت زوجة، ما دخلت الشقه متطلقه انت بتقضي فتره عدتك، تاخدي حاجتك، تشوفي حالك، تشوفي عدتك، تشوفي انت حامل ما انتش حامل زي ما القانون بيقول. مش هنقول اكتر من كده. واكتشفت ان حاجتها مش موجوده، وده الفيديو اللي نزلته فاتن موسى على السوشيال ميديا، فاتصلت على الفور بالنجدة. وهنا بقى كانت مفاجأة تانية. بلغنا النجدة، النجدة جت في وقتها في خمس دقايق من دخولنا، دخلت لقت الزميل المحامي بيقول لي هتتهموا بالسرقة، هنتهمكم بالسرقة. سرقة ايه يا عم؟ ده احنا لسه داخلين وانت بتقول مغير الكالون زي ما انت بتقول، وان انت الحاجة بتاعتها بره عندك في المكتب، يبقى احنا سارقين ايه؟ يبقى انت حضرتك انت مظبط مواضيع معينة تعملها لها كسرقة. هو ما يروح النيابة يقول انا يا جماعة واخد حاجتها والحاجة دي في 18 شنطة، وال 18 شنطة بعرضهم عليه. 18 شنطة دول عبارة عن ايه؟ الله اعلم. حاططهم شنط في كياس، يا مؤاخذة يعني ما ينفعش فنان عظيم زي ده يقوم حاططها في شنط. يعني أنا منتهى الأمانة، لا المساعد بتاعي في المكتب ولا اللي بيساعدني في البيت ولا ضيف عندي في البيت مش هقول له ألم حاجتك في شنط سودة. وأكدت على إن فاتن مش عايزة غير كل حقوقها. عايزة حقوقها ليس إلا. أنا هقول لحضرتك حاجة، المفاجأة اللي هو عاملها أستاذ مصطفى فهمي واللي كلها غدر، لكن مش هلناش دعوة بالغدر، هنقول ان هو اتجوزها جواز شرعي على سنة الله ورسوله. جميل. اما طلقها طلاق غيابي رجعي، اصبح النهاردة هي ما زالت زوجته وفي عدتها وممكن يرجعها بورقة. لكن هو كان ناوي يديها حقوقها، كان المفروض يطلقها طلاق بينونة كبرى. ايوه فندم. علشان تقدر تاخد حقوقها. النهارده اما تيجي تقول انا عايزه حقي يقولها لا، ما انت طلقك، ما انتش طلاق نهائي. شفتوا معايا طبعا دلوقتي تفاصيل الموضوع، وده اللي اكد كلامي وقلته لكم في فيديو قبل كده، ان عمر فاتن مش ممكن ابدا يكون عمرها 59 سنه. وطبعا مستنيه اسمع ارائكم في الموضوع ده في التعليقات. الفقرة الثانية بخصوص الفنان الجميل رشوان توفيق. اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 دورته يوم الأحد. الحقيقة اختتمها بلقطة إنسانية ومميزة، حيث قررت إدارة المهرجان دعوة الفنان الكبير القدير رشوان توفيق، وده علشان يحضر حفل اختتام توزيع الجوائز. وصرح للدستور وقال أنا مبسوط قوي، خاصة إنها المرة الأولى في الحضور لي، وأنا حقيقي مش عارف أقول إيه من كتر فرحتي. حقيقي شكرا جدا لإدارة المهرجان الكريمة، شكرا لدعوتها العظيمة والعزيزة على قلبي. وقال كمان إن هو مش زعلان أبدا علشان محدش دعاه قبل كده في المهرجانات، وقال إن الخطوة دي جت في وقتها بالظبط. وطبعا هو يقصد موضوع الأزمة اللي بيمر بيها مع بنته آية. تحية كبيرة ودافئة لفنان قدير هو الفنان رشوان توفيق. يتفضل الفنان الكبير القدير رشوان توفيق بتقديم جائزة أحسن ممثل. تقديم النجم اللي احنا قدمه دلوقتي باعتبارنا من الفنانين العواجيز يعني، والنجم اللي احنا قدمه بإذن الله أنا بحبه لأنه علامة بإذن الله في المستقبل. جائزة أحسن ممثل ذهبت للفنان محمد ممدوح.
دوره في فيلم عم صدام المخرجة نادين خان. مصر مصر. فيما يخص أزمة الفنان رشوان توفيق، كشف الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي الرأي الشرعي حول أزمة الفنان رشوان توفيق وحفيده وابنته، وإن أي شخص يقوم بتوزيع ممتلكاته حال وجوده على قيد الحياة لا تعتبر توزيعا للميراث، وأشار كمان إلى أن الميراث يطلق على ما يتركه الشخص المتوفي. وأكد كمان في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يجوز لأي شخص على قيد الحياة أن يقوم بتوزيع ممتلكاته على من يشاء طالما لا يوجد مانع مثل غياب العقل أو السفه أو الجنون. وأشار كمان إلى وجود ضوابط شرعية، ضوابط تحكم هذا التوزيع. هذا السؤال، الحياة السؤال ده سؤال خطأ، الجملة دي لغويا غلط مش صح، لأن لا يوجد شيء اسمه ميراث طالما الإنسان عايش. دي قاعدة مهمة جدا لازم الناس تعرفها يا جماعة، كلمة ميراث لما الإنسان بيسيب الدنيا، ربنا يدي الناس الصحة دايما. الميراث هو ما يترك، اسمها تركة صح؟ ما تركة صحيح. يعني إيه؟ جاية من الترك، ما هتسابق خلاص تركة. فما فيه حاجة اسمها أوزع الميراث وأنا عايش، لا يا فندم ما اسموش ميراث. طبعا مستنية أسمع رأيكم في الفقرة دي، تعالوا نشوف مع بعض بعد كده الفقرة اللي جاية. الفقرة اللي جاية بخصوص ميعاد عرض حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج معكم مع منى الشاذلي. تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وده خلال الأيام الماضية الكل مستني ياسمين، وده بعد ظهورها مع أحمد العوضي في برومو برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي. والحلقة إن شاء الله هتتذاع يوم الأربعاء والخميس الساعة 9 مساء. الحلقة عبارة عن جزئين على شاشة قناة سي بي سي الفضائية، يعني حلقة يوم الأربعاء والحلقة التانية هتكون يوم الخميس. ومن خلال الحلقتين هتشرح لنا ياسمين كل اللي حصل معها وكل أزمتها الصحية اللي مرت بيها، وليه لغاية دلوقتي ما قدرش الطبيب اللي تسبب فيه ملأ. كل التفاصيل هنعرفها طبعا مع ياسمين يوم الأربعاء والخميس. ولكل جمهور شيرين عبد الوهاب واللي عايز يطمن عليها بعد الطلاق، الفنانة شيرين عبد الوهاب رجع لنا بقوة. شيرين أعلنت عن حفلة جميلة إن شاء الله في أبو ظبي، المقرر انطلاق الحفلة دي يوم 10 ديسمبر الجاري، ونزلت بوست وعلقت عليه على الانستجرام وقالت على موعدنا جمهور الحبيب وحشتوني. ومن هنا تفاعل الجمهور بسرعة مع شيرين وقالوا لها وحشتينا وأجمل فنانة واشتقنا لك كتير، وتعليقات إيجابية كتير. مستنيين شيرين ترجع لنا بقوة إن شاء الله في الفترة اللي جاية. وفي آخر فقرة هنشوف دعم الفنانين للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الطلاق. عليها سألتي يا عمك؟ صراحة ما بقدر اطمن عليها لأنه ما معي رقمها، وهي كل فترة بتغير رقمها. بالنهاية أنا معها بأي قرار تاخده. أنت دائما أنت مع المرأة أول شيء، وثاني شيء كيف إذا شيرين يعني إذا مش مبسوطة وتركت أكيد أنا معها، وإذا مبسوطة وبدها تضل أنا معها. نحن محبتنا وكل شيء، الزواج والطلاق هذه كلها قسمة ونصيب من رب العالمين اللي الله كاتبه، يعني إن شاء الله الله يختار لها الخيرة. يعني أهم شيء إن هي تكون مرتاحة. أعتبره موضوع شخصي لإلها يعني، فهيدي الأمور بتصور إنه أكيد هي بألف خير وطمنت جمهورها، ونحن منحبها بكل حالاتها لشيرين، متمنى إنه تكون هي سعيدة بخياراتها وبكل شيء عم تعمله يعني. بالنهاية أنا فرحانة عشان هذه بداية انطلاق، أنا بحس فيها لشيرين، أنا عارفة هي شو بتمرق. شيرين طلبت تشوفني في مصر لما كنت في مصر، ورحت التقيت فيها على مستوى شخصي وسكرنا باب الغرفة بالمفتاح وحكينا إحنا الاثنين. ولحد النقطة دي النهاردة هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. حلقتنا النهاردة كانت بتتضمن فقرات كتير، أتمنى أن كل فقرات الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. أسفة جدا لإطالة الحلقة عليكم، وما ننساش بقى أجمل لايكات من كل المتابعين، وبرحب بكل المتابعين الجدد، وما تنسوش تكتبوا لي أجمل فقرة عجبتكم النهاردة في حلقتنا كانت إيه. شكرا جدا لحسن استماعكم.